نظمنا قبل كده بطولات كتيره دوليه، ولكن النهارده كان عندنا فكر مختلف ان احنا كنا عايزين برضه نعمل مهرجان، لان احنا اول مره بندعو الناشئين النهارده ان هم يبداوا يشاركوا في بطوله البادل، لان هم دول مستقبلنا. فالحمد لله عملنا مهرجان ضم الصبح اكتر من 70 80 ناشئ من مختلف محافظات اسكندريه، وجم وشاركوا لعبوا وقت مع لعيب مع مدرب المنتخب، وتعرفوا على لعيبه المنتخب، وعملنا لهم جوه ندوه سريعه كده كنا بنتكلمهم على ازاي يبقى لعيب محترف ورياضه البادل. فالحمد لله كان مهرجان ناجح، بنشكر عليه طبعا شركه مدينه اوست وشركه اي ايفنتس، لان هم في الفتره الاخيره يعني ساعدوا جدا في انتشار البادل على مستوى مصر، وان شاء الله النهارده بنبدا خطوه ثانيه اللي هي وجود الناشئين معانا في الاتحاد وبيمارسوا رياضه البادل. دلوقتي الاتحاد شغال على ثلاث اعمده رئيسيه في خطتنا في الاتحاد. احنا عندنا رؤيه ان احنا ان شاء الله في خلال من 5 لـ7 سنين يكون عندنا لاعبين على اعلى مستوى الترتيب العالمي. الخطوه الاولى اللي احنا بنعمله حاليا اللي هو نشاط محلي ونشاط دولي. بدانا النهارده في برنامج اسمه طريق الى 1000 ناشئ، دوت برنامج معتمد من الاتحاد الدولي، بنحاول ان احنا نطور فيه قطاع الناشئين. والحاجه الاخيره ان احنا عملنا برضو برنامج للمدربين النهارده، يمكن مصر البلد الوحيده اللي في افريقيا وفي الشرق الاوسط اللي فيها اكتر من 30 مدرب معتمد من الاتحاد الدولي. فهم دول كده الثلاث اعمال الرئيسيه اللي شغالين عليهم، وان شاء الله نقدر نوصل لخطتنا وهدفنا في الفتره القادمه. احنا بدانا نتكلم مع اهم الانديه اللي في مصر حاليا واللي عندها قاعده كبيره، وبدأنا فعلا نجحنا ان احنا ندخل مجموعه نوادي النهارده ان هم يفتحوا اكاديميات جوه، وشايفين اقبال رهيب، اقبال كبير جدا على اللعبه. فالفتره الجايه ان شاء الله هيكون في خطه طموحه ان احنا طبعا دي برضو من توجيهات معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، ان الفتره الجايه عايز يشوف اللعبه منتشره اكتر في الانديه. فاحنا شغالين بصوره قويه في الحته دي، وان شاء الله باذن الله نلاقي كل مدى انديه اكتر بتخش داخل الجمعيه العموميه، وبنشوف قاعده ناشئين كبيره جدا. احنا النهارده بنحتفل بمهرجان البادل الاول في القاهره، بطولات متعدده ما بين المستويات المختلفه للرجال وللسيدات وللاطفال، بطولات محليه بطولات دوليه. يمكن اول مره مصر تستضيف بطوله الجولد اللي هي البطوله الاكبر في البادل. سعداء احنا جدا بحجم الحدث وبشكل التنظيم وبالاقبال سواء من اللاعبين او من الجمهور اللي النهارده مالي المكان. الحقيقه ان البادل رياضه مهمه ورياضه بتنتشر بسرعه جدا في العالم، واحنا مهتمين جدا ان احنا نساعد في انتشار اللعبه في مصر وزياده رقعه ممارستها سواء على مستوى الهوايه او مستوى الاحتراف، بحيث ان احنا قريب جدا ان شاء الله يكون في ابطال في العالم طالعين من مصر ويا ريت من اوست بيكتسحوا البادل زي ما احنا مكتسحين السكواش وزي ما عندنا محمد صلاح في الكوره. اظن باستمرار التعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين الاتحاد المصري للبادل وما بين اوست، وبحجم الاستثمارات اللي محطوطه وبحجم الملاعب اللي احنا بصدد انشائها مع افتتاح المرحله الاولى من نادي اوست، توالي البطولات ده هيساعد كتير جدا في انتشار الرياضه بسرعه، وتوالي البطولات ده هيؤدي الى انه الناس هتحبها. هي بجد رياضه دمها خفيف وسهله، ممارستها مش محتاجه قوه كتير وصحه كتير، اي حد يقدر يلعب وينبسط ويتعلق بيها، بحيث انه اللي يبتدي على مستوى الهوايه ان شاء الله يوصل لمرحله الاحتراف. السنه الجايه كمان مع افتتاح نادي اوست هيكون في اكاديميات متخصصه لصقل المواهب في البادل، وبالتالي ده يساهم كتير جدا في ظهور ابطال من مصر قريب ان شاء الله. السنه الجايه عندنا خطه كبيره جدا لبطولات البادل، هي يمكن كمان اكبر من خطه 2022. السنه دي كان عندنا 3 بطولات ما قبل المهرجان غير المهرجان النهارده. السنه الجايه احنا مستمرين على نفس هذا المستوى التنظيمي، على نفس عدد البطولات، واللي ملاحظينه كمان ان كل بطوله بنتعرف اكتر، بطولات مصر بتعرف اكتر وبيجي لنا ابطال عالميين اكتر واقوى. فالخطه السنه الجايه ان احنا نستمر على نفس النهج، وان شاء الله نعمل بطولات اكتر واقوى تساعد كتير جدا في انتشار اللعبه في مصر. دي رابع بطوله تتعمل السنه دي اوست، وكان التفكير من الاول ان احنا مش هنعمل بطوله ومره واحده، عايزين نعمل حاجه نفيد بيها لعبه البادل بجد، ومن خلال هناك اي ايفنتس وراسكم. احنا بقالنا 12 سنه يعني بنشتغل مع بعض من اول بطوله السكواش، ففي يعني لغه حوار متشابهه جدا وواحده، وعندنا نفس الاهداف. فقعدنا في بدايه من سنه ونص ان كنا ابتدينا برضو مع اوراسكوم مع المهندس طارق كامل في الجونه، ملاعب اتعملت وعملنا عليها كذا بطوله، وبعد كده لما قبل ما الملاعب دي كانت تتبني قعدنا نتخطط قبلها بسنه ونص
ازاي هنقدر نفيد لعبه البادل ونعمل ايه الجديد فيها. فكانت الخطه ان احنا نعمل 4-5 بطولات دوليه بجميع يعني بكذا فئه، ونزود ليهم بطولات محليه بحيث نقدر نجمع اللعيبه في مكان واحد يستفادوا من بعض، يلعبوا سواء مع بعض احتكاكات او مع اللعيبه الدوليه. وده اعتقد من اول ما ابتدينا في اول السنه دلوقتي فات كتير جدا اللعيبه المصريين ان هم يلعبوا بطولات اكتر في مصر، ياخدوا نقاط، يتعودوا على الاحتكاك الدولي، خصوصا ان منتخب مصر قدر يوصل كاس العالم. فدي هتبقى برضو الحاجات اللي اتعملت هنا دي هتفيدهم بشكل كبير ان هم يخشوش ويبقوا مخضوضين من اللعيبه الابطال اللي بقى لعبوا معاهم مره واثنين. ويمكن لسه كان عندنا ان احنا لعيبه مصريه توصل فاينل سيدات، دي خطوه مهمه جدا ويمكن اول مره تحصل. فده كانت الاستعدادات باديه من اول السنه. ويمكن قررنا بقى نختم اخر حدث ان هو يبقى مهرجان للبادل، فنعمل بطوله دوليه رجال جولد، بطوله دوليه للسيدات، بطوله محليه في 3 مستويات وسيدات. عملنا كمان اول ندوه تعليميه للناشئين والناشئات عشان يعرفوا ايه مستقبلهم في البادل مع الاتحاد المصري ومدرب منتخب مصر. وعملنا لهم برده كمان بطوله وديه للناشئين والناشئات. فاعتقد عملنا حدث يعني ممكن اكتر 140-150 ماتش على مدار 5 ايام اللي فاتت. ده اللي احنا بنعمله من خلال اللي احنا بنعمله من خلال كنتوا كاعلام لما بتغطوا الحاجات دي وتنقلوها والناس سنه يعني بطوله ولا بطوله. خد بالك الاقبال بيزيد سواء من اللعيبه او من الناس اللي بتيجي تتفرج. السنه الجايه هيبقى عندنا اقبال اكتر ولعيبه اكتر، شراكاتنا مع الاتحاد الدولي هتزيد وهنعلن عن حاجات جديده السنه الجايه.